للحديث أكثر وتفصيل ما يجري وجرى في الساعات الأخيرة ينضم إلينا من رام الله خلدون البرغوثي المختص بالشأن الإسرائيلي أهلا بك معنا انسحبت إسرائيل من طاولة المفاوضات اليوم المفاوضات التي كانت جارية بالدوحة وأعطت الكلمة مرة أخرى إلى الميدان برأيك لماذا هل هي ورقة ضغط فقط؟ يعني هذا ما يحاول بنيامين نتنياهو الترويج له بان العمليه العسكريه قبل الهدنه هي التي ادت الى اطلاق سراح من اطلق سراحهم من الاسرائيليين وغير الاسرائيليين في الصفقات او عمليات التبادل التي حصلت في الايام السبعه، والان هو يقول بانه تم انتهاك الهدنه من قبل المقاومه في قطاع غزه ولذلك عاد الى العمليات العسكريه من اجل اجراء مفاوضات تحت اطلاق النار لتحقيق ايضا عمليات اطلاق سراح للاسرائيليين، لكن من تابع بنيامين نتنياهو منذ بدايه الحرب وحتى الان كل يوم كان يكرر اما هو واما الناطقون باسمه او باسم الجيش الاسرائيلي بان للحرب اهداف ثلاثه عاده ما يقال اثنين لكن نتنياهو دائما يضيف هدفا ثالثا القضاء على حركة حماس سلطويا وعسكريا واستعادة الأسرى الإسرائيليين وضمان عدم عودة قطاع غزة منطقة تشكل تهديدا لإسرائيل هذا ما كرروا اليوم أيضا في المؤتمر الصحفي لكن من الواضح أن هذه الأهداف لم يتحقق أي منها لذلك نتنياهو بحاجة إلى إنجاز ما كي يواجه به الإسرائيليين الذين ينتظرون ساعت محاسبته على الإخفاقات المتكررة من السابع من أكتوبر وحتى الآن عدم القدرة على استعادة كافة الإسرائيليين وعلى فرض ولا على فرض السيطرة الإسرائيلية حتى على المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في محيط مدينة غزة وما زال يتكبد بها الخسائر فهو متمسك بتحقيق شيء إلا. على الأقل يواجه به الإسرائيليين إذا تعاظمت الضغوط على إسرائيل واضطرت إلى وقف إطلاق النار تحقيق شيء على الأقل هو ما زال مصرا في تصريحاته على أهدافه الثلاثة وخمسون يوم الآن أو 58 يوم منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولم يتحقق شيء على المستوى العسكري إلى غاية الآن هل سيكتفي فعلا بتحقيق شيء ما كما ذكرت أم سيصر وخاصة على الهدف الأبرز بالنسبة إليه وهو القضاء على حماس هل هذا هدف ما زال معقولا يعني من سمع الرئيس الفرنسي ماكرون يتحدث اليوم يدرك بان هناك قناعه لدى المجتمع الدولي سواء في الاداره الامريكيه وفي غيرها وماكرون كان واضحا اليوم عندما قال بان فكره القضاء على حماس غير قابله للتحقق وان كانت هناك نيه لتحقيقها فقد تحتاج اسرائيل لعشر سنوات هذا ادراك عميق لواقع ما معنى ان تكون هناك حركه شعبيه وليس جيشا فقط يتم تتم المواجهه معه في في ساحه المعركه. لذلك ربما اذا كان هناك عقلانيين في اسرائيل قادرين على تدارك الوضع وقبل ان تتورط اسرائيل فيما سماه محللون فيتنام الثانيه في اشاره الى فيتنام والحرب الامريكيه التي تورطت فيها وتكبدت خسائر كبيره الولايات المتحده فربما يقدم بعض قاده الليكود علي الاطاحه بنتنياهو قد ينفرط عقد الحكومه الحاليه لكن اذا بقي نتنياهو متمسك بالبحث عن انجاز في محاوله لانقاذ نفسه شخصيا لانه سيحاسب حسابين بعد هذه الحرب حساب على الاخفاقات في هذه الحرب ومحكمته المستمره في تهم الفساد والتي قد تنتهي به الى السجن، لذلك هو يبحث عن مخرج شخصي عبر الخوض في الدم الفلسطيني عبر اطاله امد المعركه ربما لاطاله بقائه السياسي. هذا واضح في مخططه وهذا المخطط ايضا قد يحاول الاستفاده منه بالتواطؤ مع قاده المستوطنين الذين يرون في قطاع غزه فرصه جديده لتوسيع الاستيطان والعوده الى بناء المستوطنات في الاماكن التي قد يتم إخلاؤها من الفلسطينيين <applause> وزير الدفاع الأمريكي منذ قليل في تصريحاته قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل أقرب صديق لإسرائيل ولن تسمح لحماس بالانتصار في هذه الحرب وكذلك شدد على أن حماية المدنيين هي ضرورة ملحة لدى الأمريكيين برأيك هذه المزاوجة بين الدعم الأمريكي اللامتناهي والمعلن من كل الساسه الامريكيين تقريبا وكذلك من جهه اخرى محاوله اقناع العالم بضروره حمايه المدنيين وادخال المساعدات كيف يمكن فهمها كيف يمكن تحديد فعلا الموقف الامريكي الحقيقي من خلال هذا الموقف الامريكي يعني لا نقاش في انحيازه الى اسرائيل لكن ربما اذا تفاقمت الامور قد يتحول الى نقطه محاوله انقاذ اسرائيل من نتنياهو لذلك منذ ربما اسابيع كان هناك حديث عن اتصالات بين الاداره الامريكيه مع بيني جانتس مع يائير لبيد وحتى مع نفتلي بنت ربما استعدادا لمرحله ما بعد نتنياهو ما بعد الحرب نتنياهو بالنسبه للاداره الامريكيه حتى قبل الحرب عندما كان او تسبب بانشقاق في المجتمع الاسرائيلي في قضيه الاصلاحات القضائيه كان يشكل عبئا على الولايات المتحده الان هذا العبء ربما يتعاظم اذا ما استمر في احراج الولايات المتحده بدعمها المطلق له وفي نفس الوقت عدم الاستجابه لمطالبها بتجنب المدنيين جو بايدن قال لنتنياهو بانه لا يريد في جنوب قطاع غزه السيناريو الذي حدث في شمال قطاع غزه من تدريب وفتك بالمدنيين لكن في اليومين الاخيرين ارتكبت مجازر في الشمال وفي الجنوب فهذا قد يثير موقف او يصعد من المعارضه داخل الاداره الامريكيه وهي معارضه تتعاظم ويتتم الاشاره فيها من قبل المسؤولين في الاداره الامريكيه بانها ربما المره الاولى في تاريخ العلاقات الاسرائيليه الامريكيه ان هناك حجم معارضه للموقف الامريكي من اسرائيل في هذه الحرب كبير جدا ويتعاظم ايضا مع مرور الايام وهذا قد يؤدي الى تغير في الموقف الامريكي خاصه اذا راوا ان اسرائيل تتورط ولا بد من تدخل امريكي لانقاذها من هذه الورطه برايك هل ما زالت الشرعيه الدوليه كما هي او كما ذكرت منذ قليل الموقف الفرنسي متغير ايمانويل ماكرون الان في الدوحه اجرى مباحثات مع امير دوله قطر بشان اعاده ربما الهدنه وانقاذ المفاوضات كذلك يعني بعض بلدان الغرب لم تعد تساند اسرائيل في هذه الحرب، هل بدات الشرعيه الدوليه تنفذ؟ اسرائيل تدرك ان شرعيتها اولا قبل 7 من اكتوبر بدات تتاكل في ظل استمرارها في سياساتها تجاه الفلسطينيين في الضفه الغربيه الاستيطان الضم الفعلي بدون وجود قرار رسمي سياستها في حتى تقويض السلطه الفلسطينيه وتقويض حل الدولتين كل هذه الامور دفعت شيئا فشيئا الي ربما النظر الي اسرائيل بطريقه مغايره ولهذا مثلا في الحكومات الاسرائيليه هناك وزاره اسمها وزاره الشؤون الاستراتيجيه ومهمتها الدفاع عن شرعيه اسرائيل لأنهم يرون أن هذه الشرعية تتآكل ومكافحة ما تسمى معادات السامية وغيره في إشارة إلى الانتقادات التي توجه لسياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين لذلك إسرائيل تدرك هذا الأمر بالنسبة لنا لنتنياهو القضية شخصية لذلك رأينا أنه كان مستعدا للمخاطرة بإسرائيل بحرب أهلية من أجل إنقاذ نفسه من خلال معركة الإصلاحات أو ما تسمى الإصلاحات القضائية والآن هو يحاول أن بنفسه عبر توريط اسرائيل في معركه بعض المحللين الاسرائيليين او الخبراء العسكريين الاسرائيليين يرون ان اسرائيل قد تخرج خاسره منها وقد تتكبد فيها خسائر فعليه عسكريه وفي الارواح دون ان تحقق اهدافها التي راها رئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع ورئيس الاركان السابق يهود براك بانها غير قابله للتحقق ومثل ايضا ماشية علون اشار الى ذلك وقال بان هذه اهداف هذه الحرب ليست الا اوهام، وماكرون اليوم كرر ذلك، لذلك ازمه اسرائيل في انها زادت من ازمتها او تشويه صورتها امام العالم، فقدان الشرعيه لكل ما تقوم به، وتضيق حتى الحلقه على الدعم الامريكي، الصور التي جاءت في المجازر الاولى من جباليا في هذه الحرب. هي التي ادت الى مسؤولين امريكيين بابلاغ اسرائيل بان الغطاء الممنوح لها من قبل امريكا كان يتوقع ان يستمر شهور وتراجع الى اسابيع ونحن نرى الان ربما بذور شقاق او خلاف بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو في ظل استمرار اسرائيل بالسياسه العسكريه نفسها بالفتك بالمدنيين في قطاع غزه. ولكن يجمع الطرفان بنيامين نتنياهو وجو بايدن على الحديث عن مستقبل غزه بعد الحرب، يعني حتى يعني لم تحقق اسرائيل الى حد الان اي هدف من اهدافها في هذه الحرب، ولكن في وقت مبكر جدا بدات بالحديث عن مستقبل غزه ومن سيقود غزه امنيا وكذلك سياسيا. لماذا يتم الحديث بشكل مبكر جدا عن هذا؟ وكذلك يعني هذه ليست الحرب الاولى التي تخوضها اسرائيل على قطاع غزه. هل كان هذا الطرح موجود منذ اول حروبها على القطاع؟ ام هو وليد ما يحدث الان؟ ووليد ربما الصلابه الدفاعيه التي واجهتها اسرائيل من المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه. يعني الحديث عن الآن عن تقويض حكم حماس في قطاع غزة ربما بحكم الضربة الموجعة التي وجهتها لإسرائيل في السابع من أكتوبر وبأن هذا الوضع إبقاء حركة قادرة على توجيه مثل هذه الضربات لإسرائيل أمرا غير مقبول إسرائيليا لكن الخطة الإسرائيلية كما يبدو لمن رأها في الإعلان الأول لجيش الاحتلال عنها هي عمليا تهدف إلى السيطرة على شمال قطاع غزة وإخلاءه ثم الذهاب إلى الجنوب أو إلى الوسط والاستمرار في العملية العسكرية وهذا قد يعني عملية إخلاء قسري للمواطنين في قطاع غزة أين سيذهب سيذهب سكان الشمال الذين ذهبوا إلى الجنوب هل سيعودون إلى الشمال المدمر تماما إذا استمرت الحرب بنفس الوتيرة، بالطبع لن تكون لن يكون هناك مجال للحياة بدون ماء وكهرباء واتصالات ومستشفيات ومدارس وغيره، كل هذا يتم استهدافه الآن بهدف عدم منح الفلسطينيين الفرصة للعودة إلى هذه المنطقة، كما يبدو هناك خطة يريد بنيامين نتنياهو تطبيقها. وهو أيضا تحدث اليوم مثلا عن السلطة الفلسطينية وقال بأنه لن يسمح بعودتها إلى قطاع غزة لأنه يعتبر أصلا إنشاء السلطة نعم. الفلسطينية وعودة منظمة التحرير إلى الضفة الغربية خطأ جاء بفضل أو بسبب اتفاقية أوسلو التي يعارضها فالقضية بالنسبة له مبدئية السيطرة التامة على الأراضي الفلسطينية من البحر الى النهر وربما التخلص من عبء المشكله التي يشكلها قطاع غزه بالتخلص من سكان القطاع او على الاقل بابقائهم تحت السيطره العسكريه دون من يحكمهم او الاتيان بمن يحكمهم لكن من خراج من خارج الاطار الوطني الفلسطيني. شكرا لك خلدون البرغوثي المختص بالشان الاسرائيلي كنت معنا من رام الله اشكرك جزيل.